بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. شرح كتاب زاد المستقنع في اختصار المقنع. لقاء مع فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان. الدرس 173. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله إلى حلقة جديدة من شرح زاد المستقنع في اختصار المقنع لفضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. في مطلع هذه الحلقة نرحب بفضيلة الشيخ، فحياكم الله الشيخ صالح. حياكم الله وبارك فيكم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب الحدود. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. لما فرغ المؤلف رحمه الله من كتاب الجنايات انتقل إلى كتاب الحدود للتشابه بين الكتابين، لأن كلا منهما نوع من الجرائم التي تحتاج إلى معالجة لدفع ضررها عن المجتمع الإسلامي. فالحدود شرعها الله سبحانه وتعالى زواجر، والحدود جمع حد، والحد عقوبة مقدرة شرعا، مقدرة شرعا لتمنع على الحد عقوبة مقدرة شرعا على معصية لتمنع من الوقوع في مثلها. شرع الله الحدود رحمة بالمسلمين، لأنها تحمي الضرورات الخمس التي أمر الله جل وعلا بحفظها، وهي حفظ الدين، وذلك في حد الردة، وحفظ النفس، وذلك في القصاص، وحفظ العرض، وذلك بحد الزنا وحد القذف، وحفظ العقل، وذلك بجلد شارب الخمر، وحفظ المال، وذلك بقطع يد السارق، والقطع اليد اليمنى والرجل اليسرى من خلاف في حق المحارب. فهذه عقوبات شرعها الله سبحانه وتعالى لضبط الأمن والاستقرار، ولحفظ هذه الضرورات الخمس التي لا بد للمجتمع من سلامتها وتوفرها. فهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى. فالحدود فيها نعمة، قال تعالى: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. قال تعالى: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله، الله عزيز حكيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لحد يقام في الأرض خير من أن تمطر 40 صباحا. وذلك لما يترتب على الحدود، على إقامة الحدود، من حفظ الأمن والسلامة الأنفس والأعراض والأموال، سلامة الدين، ولما في ذلك من ردع المجرمين حتى لا يتكرر منهم الجرم.
وفي ذلك رد على الذين يقولون إن الإسلام دين الوحشية ودين القسوة، لأنه يقيم الحدود على أصحاب الجرائم، فكأنهم يرحمون أصحاب الجرائم ولا يرحمون المجتمع، يرحمون الظالم ولا يرحمون المظلوم. ولكن هذه مكابرة ومغالطة وحسدا من عند أنفسهم، لأن مجتمع المسلمين الذي تقام فيه الحدود ولله الحمد يعيش في طهر الحمد لله، ويعيش في أمن، ويعيش في استقرار، ويعيش في تآخي وتآزر وتضامن، بخلاف المجتمعات الهمجية التي تدعي الحرية، الحرية البهيمية، الحرية المتفسخة التي لا تتقيد بدين ولا بعقل ولا بعرف، وإنما هي وحشية وبهيمية. فالوحشية في الحقيقة إنما هي في مجتمعاتهم التي تعيش على الجاهلية، وأما مجتمعات المسلمين فإنها ولله الحمد مجتمعات آمنة مطمئنة، مجتمعات يأمن فيها الخائف، وينصر فيها الضعيف، وينصف المظلوم، وتحفظ الكرامة. هذا هو المجتمع البشري السليم الذي أراد الله سبحانه وتعالى لأهله العزة والكرامة وتمام النعمة. فالحمد لله على نعمه العظيمة، على نعمة الإسلام والإيمان، ونعمة إقامة الحدود في مجتمعنا، ولها أثر بارز وظاهر ولله الحمد. الحمد لله. فهذا المجتمع الذي تقام فيه الحدود يمتاز على بلاد العالم كلها بانخفاض الجرائم وقلتها. الجرائم لا بد أن توجد، وجدت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وجد السارق ووجد الزاني ووجد، لكن الشأن في أن تقام الحدود على المجرمين. أما أنه تنعدم الجريمة نهائيا فهذا غير ممكن. هذا وجد في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم الذي هو أعدل العصور وأقوى العصور، ولكن الشأن في إقامة الحدود على الجرائم إذا ثبتت واتضحت، هذا هو المطلوب. نعم. أحسن الله إليكم وجزاكم خيرا. قال رحمه الله: لا يجب الحد إلا على بالغ عاقل ملتزم عالم بالتحريم. هذه شروط وجوب الحد على المجرم، أن يكون بالغا عاقلا، أن يكون بالغا. نعم. عاقلا، يخرج بذلك الصغير. الصغير ليس عليه حد لأنه غير مكلف، لكنه إذا أساء فإنه يؤدب ويعزر بما يمنعه من ذلك، ولا يقام عليه حد. وكذلك المجنون، المجنون هذا ليس له عقل، فلو أنه حصل منه جرم فلا يقام عليه حد لعدم التكليف. نعم. ملتزم، ملتزم يخرج بذلك الكافر غير الملتزم، يدخل في ذلك الكافر الملتزم بأحكام المسلمين كالمستأمن والمعاهد الذي يعيش في بلاد المسلمين، هذا يلتزم بنظام البلد، يقام عليه نظام المسلمين. أما الكافر غير الملتزم وهو الحربي والذي دخل بلادنا ولم يلتزم بما نحن عليه، فهذا لا يقام عليه الحد، لكن يطرد من البلد ولا يمكن من البقاء في البلد. نعم. عالم بالتحريم، عالم بالتحريم، فلو كان جاهلا، لو زنى وهو جاهل ولم يبلغه تحريم الزنا، أو شرب الخمر ولم يبلغه أن الخمر حرام، فهذا لا يقام عليه الحد، لكن يبين له ويوضح له
تحريم هذه الجريمة، فإن عاد بعد البيان فإنه يقام عليه الحد. نعم. قال: فيقيمه الإمام أو نائبه في غير مسجد. هذا بيان لمن يقيم، من له حق إقامة الحدود وهو الإمام، إمام المسلمين الأعظم وهو الخليفة، أو من ينيبه، من ينيبه الخليفة كالأمراء وغيرهم ممن يعهد إليهم بإقامة الحدود فإنهم يقيمونها نيابة. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: واغد يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها. فوكله صلى الله عليه وسلم في إثبات الحد ووكله في إقامته، فدل على أن للوالي أن يوكل من يقيم الحدود. أما عامة الناس فلا يجوز لهم أن يقيموا الحدود، لأن هذا يلزم عليه الفوضى والتعدي وعدم الانضباط. ثم أيضا الكثير لا يعرفون ما يوجب الحدود ولا يعرفون مقادير الحدود، فلا تكون الأمور فوضى، فكل يقول أنا أقيم الحد. هذا لا يجوز في الإسلام، إنما هذا من صلاحيات ولي الأمر أو من يقوم مقام ولي الأمر لأجل أمن الحيف ولأجل ضبط الأمور ولأجل تقرير العقوبة في محلها وفي من يستحقها. نعم. السلام عليكم. قال: في غير مسجد. وتقام الحدود في غير المسجد، تقام في الأسواق أو في تجمعات الناس حتى يشهدوا ويرتدعوا. أما المسجد فلا تقام فيه الحدود، لأنه مكان للعبادة وذكر الله، ولأنه قد يحصل من المحدود شيء يتنافى مع حرمة المسجد، كان يحصل منه نجاسة أو شيء يتنافى مع حرمة المسجد. نعم. قال: ويضرب الرجل في الحد قائما بسوط لا جديد ولا خلق. خلق، نعم، الصفة إقامة الحد، الذي يقام عليه الحد يكون قائما، أما المرأة فتضرب جالسة والرجل يضرب قائما، ويكون السوط الذي يضرب به متوسطا لا جديدا يجرح ولا خلقا لا يؤثر، وإنما يكون متوسطا. نعم. خلق صحيحة وخلق صحيحة، المفصح العام خلق. طيب. نعم. ولا يمد ولا يربط. ولا يمد على الأرض، لا يمد المحدود على الأرض بأن يبطح على الأرض، وإنما يضرب قائما. ولا يربط. ولا يربط يده أو رجله. نعم. ولا يجرد. ولا يجرد من ملابسه، لقول بعض الصحابة: ليس في ديننا مد ولا ربط ولا تجريد. نعم. فيضرب قائما لأجل يراه الناس، لأجل يراه الناس، ولأن هذا من باب التشهير به، ويترك عليه من الثياب ما يستر عورته وما يدفئه وقت البرد، ولا يجرد. نعم. بل يكون عليه قميص أو قميصان بقدر الحاجة، إذا كان الوقت بارد فيجعل عليه ما يدفيه من القميص أو القميصين، وأما ولا يجرد. نعم. ولا يبالغ بضربه بحيث يشق الجلد. نعم، الضرب يكون متوسطا، الصوت يكون متوسطا، والضرب أيضا يكون متوسطا، لا شديدا يجرح ولا خفيفا لا يؤثر، وإنما يكون ضربا متوسطا يجد ألمه ولكنه لا يؤثر في جسمه. نعم. ويفرق الضرب على بدنه. نعم، ليأخذ كل جزء من البدن نصيبه من العذاب، فلا يتابع الضرب على محل واحد، لأنه إذا توبع على محل واحد ربما ينجرح. نعم.
ويتقى الرأس والوجه والفرج والمقاتل. نعم، يتجنب مواضع من جسم المحدود لا يقع عليها الضرب وهي الرأس، لأنه مجمع الحواس. ها، والوجه. والوجه أيضا لأنه فيه البصر وفيه، وهو محل المواجهة من الإنسان، ولهذا نهي أن يوسم على الوجه أو يضرب على الوجه. جاء النهي الشديد في النهي عن الضرب على الوجه أو الوسم الدابة في الوجه. نعم. والفرج كذلك لا يضرب الفرج، لأن هذا موضع حساس وربما يسبب العقم. نعم. والمقاتل، والمقاتل من الجسم التي لو ضربت لا أدت إلى الوفاة، لأن الجسم فيها أماكن قاتلة فتتجنب. نعم. والمرأة كالرجل فيه إلا أنها تضرب جالسة. المرأة كالرجل في أنه يفرق الضرب على بدنها وتضرب بصوت متوسط، ويكون الضرب متوسطا، وأيضا إلا أنها تخالف الرجل في أنها تضرب جالسة، لأن هذا أستر لها، خلاف الرجل فإنه يضرب قائما. نعم. قال: إلا أنها تضرب جالسة وتشد عليها ثيابها وتمسك يداها لئلا تنكشف. هذا يختص بالمرأة، تضرب جالسة وتشد عليها ثيابها، لأن تربط عليها ثيابها لئلا تتكشف عند الضرب، وتمسك يداها أيضا لئلا يحصل منها تكشف. نعم. وأشد الجلد جلد الزنا. الجلد يتفاوت، الجلد الذي هو الضرب قد شرعه الله في الزنا، وشرعه في القذف، وشرعه في شرب الخمر، فأشده الجلد في الزنا. نعم. ثم القذف ثم الشرب. ثم القذف، لأن القذف أيضا قريب من قذف بالزنا، لأنه قذف بالزنا، فيكون الجلد فيه قريبا من الجلد في الزنا في القوة. نعم. ثم الشرب. ثم الشرب، لأن الجلد في الشرب لحماية العقل، فالشرب جريمة كبيرة، فيكون الضرب فيه شديدا، إلا أنه أقل من الضرب في القذف. نعم. ثم التعزير. ثم التعزير، وهو التأديب، والتعزير هو التأديب الذي لا ليس له تحديد من الشارع، التأديب الذي ليس له تحديد من الشارع، وإنما يرجع إلى اجتهاد الإمام والقاضي بما يراه رادعا. نعم. ويكون أخف أنواع الضرب. أخف أنواع الضرب في التعزير، لأنه تأديب. نعم. ومن مات في حد فالحق قتله. قتله. نعم، من مات في حد، يعني بسبب إقامة الحد عليه، فلا قصاص فيه ولا ضمان فيه، لا بدية ولا كفارة، لأن هذا قتل مأذون به وقد قتله الحق، فلا يضمن. نعم. استغفر الله. ومن مات في حد فالحق قتله، فلا يضمن يعني، ولا يحفر للمرجوم في الزنا، لأن هذا شيء لم يرد، لا يحفر للمرجوم في الزنا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رجم الغامدية ورجم ماعزا رضي الله عنهما، رضي الله عنه، ولم يحفر لهما. نعم. لكن يدفن كما يدفن بقية المسلمين. لا، هو قصده وقت إقامة الحد. في إقامة الحد. وقت إقامة الحد. نعم. بهذا أنهى كتاب الحدود وقال رحمه الله: باب حد الزنا. نعم، بدأ بحد الزنا لأنه من أفظع الجرائم بعد الردة. نعم. قال رحمه الله: إذا زنى المحصن رجم حتى يموت، والمحصن من وطئ امرأته المسلمة أو الذمية في نكاح صحيح وهما بالغان عاقلان حران. أعيد. الزنا جريمة عظيمة، نعوذ بالله، لأن فيه ضياعا للأنساب، وفيه هتكا للأعراض،
وفيه إشاعة للجريمة، وفيه أيضا الأمراض، هو جالب للأمراض القاتلة كما هو معروف الآن. وقبل الآن، لكن الآن تبين أن الزنا واللواط والعياذ بالله يورثان أمراضا مستعصية. وما مرض فقد المناعة المسمى الآن بالإيدز، وهو مشهور الآن ومخوف ومروع في العالم، إلا نتيجة للفساد الخلقي وفساد الأعراض. وصدق الله إذ يقول: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. قال لا تقربوا الزنا، ولم يقل لا تزنوا، بل نهى عن قربانه، وهو تعاطي الأسباب الموصلة إليه حماية واحتياطا للمجتمع من الوقوع فيه. ثم قال: إنه كان فاحشة، أي متناهيا في القبح. الفاحشة هي الجريمة المتناهية في القبح. ثم قال: وساء سبيلا، أي طريقا، لأنه يترتب عليه إهدار الأنساب، ويترتب عليه فساد الأعراض، ويترتب عليه انتشار الأمراض، ويترتب عليه ضياع الحياة والحشمة إلى غير ذلك. نعم، أحسن الله إليكم. قال: إذا زنى المحصن. الزاني ينقسم إلى قسمين: القسم الأول المحصن، والقسم الثاني غير المحصن. المحصن يرجم بالحجارة حتى يموت، وغير المحصن يجلد 100 جلدة ويغرب سنة. والمحصن هو الذي وطئ، هو الذي وطئ، سبق له أن وطئ في نكاح صحيح، وهما بالغان عاقلان حران. يعني فيشترط في الإحصان 3 شروط: أن يسبق له أن وطئ في القبل، أن وطئ في القبل. الثاني أن يكون الوطء في نكاح صحيح، يخرج النكاح الفاسد والباطل. هذا لا يحصن، لا يحصن الفرج. الثالث الكمال فيهما، في الزوجين، بأن يكون بالغين عاقلين حرين، أن يكون بالغين عاقلين حرين. فإذا توفرت هذه الشروط فقد توفر الإحصان. نعم. قال: إذا زنى المحصن رجم حتى يموت. نعم، رجم بالحجارة حتى يموت، ولا يقتل بالسيف أو بالرصاص، وإنما يرجم. قوله تعالى: والشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم. هذه آية من سورة الأحزاب، نسخ لفظها وبقي حكمها. وجلد النبي، رجم النبي صلى الله عليه وسلم، ورجم الخلفاء الراشدون. فالرجم متواتر، الرجم متواتر، ثبوته ثابت بالتواتر. فمن أنكره فهو كافر، من أنكر الرجم فهو كافر، لأنه مكذب لما هو متواتر في النقل، وأيضا مكذب لإجماع المسلمين. نعم، صلى الله عليكم. قال: إذا زنى المحصن رجم حتى يموت. والمحصن من وطئ امرأته ولا يرجم ويترك قبل أن يموت، ما يكفي الرجم، بل يستمر في رجمه حتى يموت، يموت تحت الحجارة. نعم. والمحصن من وطئ امرأته المسلمة، من وطئ امرأته، هذا الشرط الأول، أن يسبق وطي، فإن لم يسبق له أن وطي ليس بمحصن. نعم. المسلمة أو الذمية، كذلك أن يكون الوطي من امرأة، من زوجة، مسلمة أو ذمية. فإن كان سبق أن وطي لكنه بغير زواج، فهذا غير محصن لفرجه. نعم. في نكاح صحيح، كذلك هذا الشرط الثالث، أن يكون النكاح صحيحا، يخرج الفاسد والباطل، فلا يحصل به الإحصان.
نعم. وهما بالغان عاقلان حران. هذا الشرط الرابع، الكمال فيهما، وهي الحرية والبلوغ والعقل. والعقل، فإن اختل شرط من هذه الشروط لم يكن محصنا. نعم. فإن اختل شرط منها في أحدهما فلا إحصان لواحد منهما، وبالتالي لا رجم عليهما. نعم. وإذا زنى الحر غير المحصن، هذا القسم الثاني من الزنات، وهو الحر غير المحصن، هذا حكمه ذكره الله في القرآن. نعم. الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. نعم. ويشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. من المؤمنين، هذه آية الجلد، وهي في القرآن الكريم. ونعم. قال وإذا زنى الحر غير المحصن جلد 100 جلدة. وزادت السنة أنه يغرب مع الجلد، أنه يغرب، هذا جاء في السنة. نعم. جلد 100 جلدة وغرب عاما. نعم، الجلد في القرآن كما عرفنا، وأما التغريب فقد جاءت به السنة، بمعنى أنه ينفى من البلد إلى بلد آخر من أجل أن يتغير المكان ويتغير المجتمع، حتى يكون ذلك تربية له، تعزيرا له وتربية له، في أن يجتمع، في أن يبعد عن المكان الذي حصل فيه الزنا إلى مكان طاهر، من أجل أن يتربى على النظافة والنزاهة. نعم. وغرب عاما ولو امرأة، ولو كان المغرب امرأة ويكون معها محرمها. نعم. والرقيق 50 جلدة. أما إذا زنى الرقيق وهو المملوك فإنه يجلد 50 جلدة ولا يغرب، لقوله تعالى فإذا أحصن فإن أتينا فإذا أحصن، يعني نعم. يعني المملوكات المزوجات، فإذا أحصن يعني تزوجنا، فإن أتينا بفاحشة أي زنا فعليهن نصف ما على المحصنات، يعني الحرائر من العذاب. والذي على الحرائر 100 جلدة. نعم. ونصفها 50. أما الرجم فإنه لا يتنصف، الرجم لا يتنصف، إنما الذي يتنصف هو الجلد. فالرقيق إذا زنى لا يرجم، سواء كان محصنا أو غير محصن، وإنما يجلد 50 جلدة. نعم. قال ولا يغرب. ولا يغرب الرقيق، لأن تغريبه تعذيب لسيده، وسيده لا ذنب له. نعم. وحد لوطي كزان. نعم، اللواط جريمة عظيمة قبيحة، وهي إتيان الذكران من العالمين، ولم يحصل هذا إلا لأمة من الأمم، وقد أوقع الله بها أشد العقوبات التي لم يوقعها في غيرها، وهي أنه سبحانه وتعالى أمر جبريل فانتزع ديارهم على طرف جناحه، حتى سمعت الملائكة في السماء نباح كلابهم وصياح ديكتهم، ثم قلبها عليهم وأتبعهم بحجارة من سجيل. هذه عقوبة لم تحصل في الأمم كلها، لا في قوم نوح ولا في غيرهم من الكفرة، على هذه الجريمة القبيحة. ولهذا قال تأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين. هذا الشذوذ في الحقيقة، لأن حتى البهائم ما تفعل هذا الشيء، فلا يعلو ذكر من البهائم على ذكر أبدا، وإنما هذا في فسقة بني آدم،
فلهذا قال لم تأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين. فاللواط هو إتيان الذكور والعياذ بالله. نعم. قال وحد اللوطي إذا ثبت عليه اللواط بإقراره أو بشهادة شاهدين حده هنا أنه مثل الزاني، إن كان بكرا فإنه يجلد 100 جلدة، وإن كان محصنا فإنه يرجم حتى يموت. ولهذا قال ولوطي كزان. والصحيح أن اللوطي يقتل بكل حال سواء كان محصنا أو غير محصن، وسواء الفاعل أو المفعول به كلاهما يقتل، لأن هذا هو عمل الصحابة رضي الله عنهم. قد أجمع الصحابة على قتل اللوطي، ولكنهم اختلفوا في كيفية القتل، فمنهم من قال يرجم، ومنهم من قال يرفع في أعلى مكان ثم يلقى على الأرض كما فعل الله بقوم لوط، ومنهم من قال يحرق بالنار، وقد حرق بعض الصحابة اللوطية بالنار، ومنهم من قال يقتل بالسيف. وهذا هو الصحيح أنه يقتل بالسيف على كل حال سواء كان محصنا أو غير محصن، تطهيرا للمجتمع من هذه الجريمة القبيحة. نعم. ويشترك في الوصف اللوطية ما الفاعل والمفعول به. نعم يشترك، جاء في الحديث من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به. نعم. أحسن الله إليكم وجزاكم خيرا. ندع قول المؤلف رحمه الله في الحد ولا يجب الحد إلا بثلاثة شروط إلى لقاء قادم إن شاء الله لنهاية وقت هذا اللقاء. أيها المستمعون الكرام، شكر الله لكم حسن استماعكم، وشكر لشيخنا فضيلة الشيخ صالح الفوزان ما تكرم به من الشرح والبيان. حتى نلقاكم في حلقة قادمة إن شاء الله، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.